صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا من ذبحت من القفا، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بغي الدهر، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما رأت بما جرى لها تحمر العين، جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، يا الله لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر، رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوبا ولي كتب الأسر، أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله الصدر، أخي علي عزيز أن أسير مع العدا، أخي علي عزيز أن أسير مع العدا، وتبقى بوادي الضاف يصهرك الحر، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء. شوف هاي عهد زينب إلى الحسين، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء، يا مقيم إلى أن ينقضي مني العمر، خويا يا عمد بيت والثنية، والله يا صيوان يا صيوان المظلل علي، والله يا ريحة الزهرة الزكية هذه روح تقلب عجية. الله الله يساعد زينب وهي ترى الحسين ها مرمي علي من على رمضاء كربلاء، اتقل اخويا وداوي وداوي
والله وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي وتضعضع وانهدم صبري والله وداوي وداوي ولا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب واقول يعود لي يا ولا غايب واقول يعود لي إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا سلام الله عليه إمامنا الحسين: اللهم إني أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم أبدا ولا تبقي أحدا. دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه ودعاء الأنبياء مستجاب، وهذا في عقيدتنا بأن النبي إذا رفع أو رفع يده إلى السماء أو إمام من الأئمة دعاؤه مستجاب، هذا واحد. الإمام سلام الله عليه في هذا الدعاء، هذا دعاؤه مبني على من؟ مبني على شكوى، أن الإمام يشكو إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك. وكما تعلمون أن الشكوى هي ما تكون من إنسان على إنسان بسبب انطلاق فعل سوء أو تصرف سوء من شخص آخر. يعني أنا لما أشكو على شخص لابد أن يكون أو تكون هذه الشكوى بسبب ماذا؟ بسبب فعل سوء صدر من الغير، وإلا ما تتحقق الشكوى. هذا واحد. الأمر الثاني أن الشكوى لا إشكال ولا شبهة بأنها مباحة للإنسان، أن الإنسان تارة يشكو إلى ربه وتارة يشكو إلى إنسان. دائما إذا كانت الشكوى إلى الله كانت أقوى وأفضل، بأن هذا الإنسان أرقى من غيره. يعني أنا مرة أشكو إلى إنسان، هو هذا الإنسان ضعيف مثلي، هذا الإنسان فقير مثلي، ولكن لما أتقدم بالشكوى إلى الله هذه الشكوى تكون أكثر رزانة وأكثر طهارة وأكثر قبولا. وهناك شكاوى قد ذكرها القرآن الكريم صدرت من أنبياء. يعني مثلا لما نأتي إلى يعقوب النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنما أشكو حزني ومثواي إلى الله، قال إنما أشكو حزني ومثواي إلى الله. يعني ماذا؟ يعني هناك نبي تقدم بالشكوى إلى الله، هذه الشكوى ما تقدم هذا النبي بها إلا إلا هناك تصرف سوء قد صدر من الغير. وهناك شكاوى قد صدرت، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أقول شكوى النبي لابد أن أبين فد كلمة، هذه الكلمة يمكن نحتاجها في الأيام الجاية في الليالي الجاية. قلنا أو المفهوم الواضح عندنا بأن هناك هجرة للنبي، هذه الهجرة معروفة. حس الآن أي شخص تسأله تقول له ما هي الهجرة وما هي هجرة النبي، يقول هجرة النبي أن النبي هاجر من مكة لمن؟ إلى المدينة. هذا المشهور مولانا، ولكن هذه تسمى هجرة، لاحظ العبارة، هاي هجرة تسمى بالهجرة الكبرى والهجرة الصعودية. لاحظ العبارة، مرة تسميها هجرة كبرى ومرة تسميها لا هجرة صعودية. هذا واحد. الأمر الثاني، أكو هجرة مصغرة
النبي قام بها قبل أن يخرج من مكة. وعندنا هجرة نزولية اللي هي انطلق بها النبي ماذا من المدينة إلى من؟ إلى مكة. يعني مرة النبي هاجر من مكة إلى المدينة وهذه تسمى بالهجرة الكبرى، ومرة رجع من المدينة إلى من؟ إلى مكة، هاجر فتسمى بالهجرة النزولية. قبل هذا المشهور عندنا هجرتين للنبي، واحدة النبي ذهب بها إلى قرية أو قبيلة عامر ابن صعصعة وبقي فيها 10 أيام يدعو الناس إلى الإسلام، وعندنا اللي محل كلامنا هجرة ذهب بها إلى الطائف. قضية الطائف شنو مولاي؟ الطائف مدينة منفصلة عن مكة، وهذه المدينة تمتاز عن مكة بشيء، أنها كانت مصدرة لأنواع من الفاكهة. سبحان الله، هذه المنطقة اللي هي الطائف كانت تغذي الطائف وتغذي مكة وتغذي المدينة وتغذي اليمن، يعني كانت ماذا؟ كانت تصدر الفاكهة، كانت منتشرة بالفاكهة. هذا واحد. الطائف سامع الآية اللي تقول ماذا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم. يا هو المقصود كانت مكة وماذا؟ والطائف، أو مكة والطائف، أي اثنين. الطائف بعد شنو فيها؟ الطائف كانت أشد كفرا من مكة، بالعلم أن المصدر مصدر الكفر كانت وين؟ مكة، لأنه مكة تحتوي على أكبر الأصنام، 360 صنم، ومكة كان فيها الأصنام، وكان فيها كبار الكفرة والمشركين في مكة. رغم هذا إلا أن الطائف كانت تتفوق على مكة بكفرها وعلى مكة بإصرارها. شوف النبي لما أجب الدعوة في مكة ما تعرض مثل ما تعرض في الطائف. توجه النبي يوم من الأيام بالهجرة الصغرى، المن ذهب؟ ذهب إلى الطائف. وصل إلى الطائف، طبعا سبحان الله راح إلى قرية عامر بن صعصعة، سلام عليكم حجينا، ذهب إلى قرية عامر بن صعصعة دعاهم إلى الإسلام. هؤلاء كبير قوم عامر بن صعصعة إيش قالوا له؟ قالوا له أنت دعواك هاي راح تأخذ أثرها، وإحنا راح نمدك بالسلاح والرجال، ولكن بشرط إذا مت الدعوة تكون لنا، يعني الملكية تكون لنا. أنت باشر إذا كبرت دعوتك وأنت طلعت من الدنيا الأمر يرجع لنا. قالوا النبي قالوا أصلا الأمر ليس بيدي أنا. قالوا له خلاص، إذا إحنا لا نكون ضدك ولا نكون معك. هذا واحد. النبي ذهب إلى الطائف، تكلم مع كبار الطائف، ماذا قالوا له؟ قالوا نحن ليس معك ولا ضدك، اذهب. يقول تحرك النبي خطوات، جاءوا كبار الطائف، اجمعوا كل هنا كل الصبايا في طف الطائف يحملون الحجارة ويضربون النبي، يقول حتى ادمته تلك الحجارة، وجلس وهو يرى الدماء تسيل من رأسه ومن أقدامه، يقول هنا رفع شكوى إلى الله، قال اللهم انظر إلى هؤلاء ماذا فعلوا بنبيك. يقول هنا جاء جبرائيل، ماذا قال له؟ قال يا رسول الله شكواك قلبت الدنيا وضجت السماء بشكواك، الله أرسل معي ملائكة، هؤلاء هذا ملك الجبال وهذا ملك الأمطار، ما تأمر به على الطائف يكون، حتى لو بها أطفال بها نساء بها حوامل بها ما لا لا، كل إعدام جماعي، إعدام جماعي من الله انتقاما لك لأنك رفعت الشكوى. النبي قال لا يا جبرائيل، إن قومي يجهلونني، قومي يجهلونني، اليوم ما يعرفوني باشر يعرفوني،
فكان يرفع شكواه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هناك الزهراء علي بن أبي طالب عليه السلام رفعوا الشكوى، أمير المؤمنين كان يرفع شكوى في كل يوم على من أخذ منه الخلافة وإلى غيرها. وبعد والزهراء كانت ترفع الشكوى في كل يوم على إسقاطها، إسقاط الجنين وكسر الضلع إلى آخرها. سبحان الله، والله تذكرت هذه الرواية. الإمام الحسين عليه السلام يقول لزينب سلام الله عليها، يقول يوم العاشر يقول أخي زينب ترى أكو فد قضية أنا ما نسيتها أبدا. قالت له أخي حسين شنو هاي القضية؟ قال لها أنا كان عمري 5 سنوات لما انكسروا ضلع أمي فاطمة وأسقطوا الجنين. يقولها لما طلعنا أمي تطلب والدي، يعني اجت راحت ورا والدة علي بن أبي طالب اتركوا بعلي وإلا رفعت حجابي. يقولها هذا لما اجى أراد أن يضرب أمي بالصوت، قبل ضرب الصوت لطمها على عينها. يقولها يا زينب أمي كانت متوجهة وين؟ إلى المسجد. يقول توجهت إلى 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 مكان آخر. يقول قلت له أمه إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت إلى المسجد بني. يقول بعد أن لطمها قلت لها أمه المسجد خلفنا. قالت لا تلمني يا حسين إن الرجل لطمني على عيني. سبحان الله. يقولها زينب اللي أبكاني هذا، يقولها لما رجعنا وتركوا علي بن أبي طالب، يقول كان أمير المؤمنين ماسك الحسن، يقول أنا الصغير أمي ماسكت، يقول همست بأذني قالت بني حسين لا تكسر قلب والدك علي وتقول له إنهم قد لطموني على حين. عجيب. فكانت تشكو في كل يوم، كل يوم، حتى أنهم أخافوا من شكوى الزهراء أخرجوها خارج المدينة. جلست تحت شجرة وكان وياها الحسن، كان وياها الحسين، أطفال مولاي صغار، والزهراء تبكي وتشكو. قطعوا الشجرة. يقول بعد فترة من الزمن واحد من الصحابة يقول أنا شفت الحسن والحسين وجوههم متغيرة، يقول متحولة إلى سوداء. يقول أنا تعجبت، سألت علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين ما الخبر؟ شو أنا أشوف الحسن والحسين بهذه الحالة، ليش؟ شنو الأمر؟ يقول بكى. قال له يا فلان الزهراء تخرج تشكو إلى الله، قطعوا الشجرة، الحسن والحسين يقفان يظللان لها عن حرارة الشمس، تبقى ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، الحسن والحسين يصدون ماذا؟ يصدان الشمس عن حرارتها عن الزهراء سلام الله عليه. فكانت تشكو إلى الله حتى لما دخلوا عليها جماعة وقالوا لها يا بنت رسول الله عذرا احنا سوينا هالأمر هذا، قالت لهم أقسم عليكم برسول الله أسمعتم رسول الله يقول أن فاطمة من آذى فاطمة فقد آذاني؟ قالوا اللهم نشهد إنا سمعنا. قالت اعلموا إني سوف أشكو إلى الله عليكم وأشكو إلى أبي رسول الله، ماذا فعلتم وكيف أسقطتم جنيني إلى آخرها. فكانت تشكو إلى الله، والشكوى شيء مباح كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. ماذا يقول؟ يقول ثلاثة يشكون إلى الله، حديث معروف، ثلاثة يشكون إلى الله، ما هو؟ قال مسجد خراب لا يصلى فيه، مسجد خراب مولا، ما أكثر المساجد اليوم، سبحان الله، ما أكثر المساجد اليوم، تجد يمكن دول فيها عشرات المساجد. انت شايف أكو في الطبع مولاي عند بعض الناس، الحمد لله ليس من الموالين، بعض الناس عندهم في الطبع شنو هو؟ يعمل بالحرام، يعمل بالمخدرات، يعمل بالحرام، وراد يتوب مولانا سوال بنانا في المسجد، كأنما هذا المسجد يخلصه من كل شيء. ومن قال؟ ومن قال؟ يعني ما أدري هذه العبارة أو هذا الأمر أو هذا الحكم من جايبينه. وإذا شوفت عشرات المساجد، قبل فترة من الزمن أنا أقرأ
فد موضوع. شنو هذا الموضوع؟ واحد مخلينا على مسجد معين، إمام مسجد يؤذن أو مؤذن، عفوا مؤذن، خلي لفد راتب إلى شهري، خلي لفد مؤذن. هذا المؤذن هم ما له خلق مولانا يؤذن يوميا. يقول السوى جاب له هندي بأقل بربع وثلاث أربع، وين صار بجيبه هذا الهندي؟ هم ما له خلق مولانا يؤذن. السوى راح اشترى له فد واير كيبل مولانا لاقط فد 40-50 متر، وين وصله؟ من الجهاز إلى فراشه، وخلى الجهاز يمي. هذا هم شوف صار بعد نص ساعة آذان، رفع الفراس، الله أكبر الله أكبر، أذن سد مولاي ونام. لو هذه المساجد بدل هذه المساجد تصرف هذه الأموال على الفقراء لما وجدت فقيرا. وإلا شنو اللي راح يحدث في أيام الإمام عجل الله فرجه؟ بأن الرجل يخرج منذ الصباح يرجع عند المساء وهو باكيا، ما الخبر؟ يقول والله أبحث عن فقير فلم أجده. يدور على فقير، ما الصدقة اللي أخذها من عند أخذها بإيده من الصبح جابها ماذا عند المساء؟ شنو راح يتغير؟ يعني إيش راح يسوي مثلا الإمام؟ أنا أرد أسأل سؤال، يعني الإمام يعني مثلا راح يجيب أموال بالزبل مولاي يذبن هيك؟ لا، قانون راح يسوي عدل. وهذا اللي نقول إحنا، ماذا يأتي بدين جديد؟ يعني ماذا يأتي بالأحكام الشرعية الصحيحة يطبقها. وإلا عندنا رواية عشرات المساجد إذا خرج الإمام سلام الله عليه يهدمها ويحولها إلى قاذورات. هسه واحد مولانا هم لو آية في القرآن الكريم لصارت مصيبة، ولكن الحمد لله أن مسجد ضرار موجود في القرآن. النبي هدم ذلك المسجد وحوله ماذا؟ إلى مكان للقاذورات. فمسجد خراب لا يصلى فيه، وبعد وقرآن معلق قد امتلأ تراب لا يقرأ فيه. قرآن، ولا تتصور يعني أن القرآن مولانا يشكو إلى الله لأنه ما يقرأ فيه، لا، مو بس القراءة، الأحكام لا تطبق. شوف النبي عنده فد كلمة جدا جميلة، والله والله هذه الكلمة عجيبة. ماذا يقول؟ يقول أربعة يشكون إلى الله في يوم القيامة، واحد من هذه الأربعة قرآن، وين؟ في جوف ظالم. قرآن وين؟ في جوف ظالم. كثير من الظلمة مولاي يقرؤون القرآن، شوفوا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام يمشي في الكوفة وياه واحد من أصحابه، يسمعون واحد في جوف الليل يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول هذا الوي الإمام مثل حالي مولاي، دون المعصوم كل شيء يعبر عليه، دون المعصوم يعني منظاري مو مثل منظار المعصوم. فهذا اللي مثل حالي قام يمشي، قال الله والله صوته جميل هذا. الإمام ايش قال له؟ قال له انتظر هذا في النار. قال له في النار؟ قال له نعم. قال له مولاي هذا يقرأ قرآن في النار شلون؟ قال له ايه، مو كل واحد يقرأ قرآن مولانا، هو وين؟ ها الى الجنة. يقول مرت الايام صار حرب الخوارج، الامام مسك صاحبه بنيده وجابه، قال له هذا الميت من الخارج يشيله شاله. يقول واذا واحد جوا؟ قال له قلبه، يعني قلبه. قال له هذا اللي كان يقرأ القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، من خرج على إمام زمانه ماذا؟ شنو مولانا؟ كافر. ما أريد له كافلان بعد، ما أريد له شرح. كل واحد يخرج ستاب ما تاب، والله أنا ما أدري بي، يعني أنا ما أدري بي تاب لو ما تاب، أنا أدري بي خرج على إمام زمانه. بعد أنت تجيب لي التوبة من ثاني من مكان آخر، والله ما أدري بي. اليقين عندي أنه خرج، التوبة بعد أنت يقينك بعد، أنا ما أدري بها القضية. هاي عادي، أي واحد يخرج على إمام الزمان هو كافر، وين مكانه؟ في النار وبئس المصير. المهم، فتشوف ليس كل من يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ كم قارئ للقرآن والقرآن ما يريد لها بعد مولاي، كم قارئ للقرآن. وإلا تعال أنت،
قبل أيام يجيني السؤال مولانا، يجيني السؤال عن طريق الواتساب أو الفيسبوك ما أتذكره، من أحد المؤمنين قال لي هل كان عمر بن سعد يصلي؟ سؤال لطيف مولانا، هل كان عمر، يعني رجل سؤال لطيف حلو حقيقة عجبني، يعني هل كان عمر بن سعد يصلي؟ وإذا كان يصلي كيف قتل الحسين؟ قلت له حبيبي أولا الصلاة منظارها منظارين، المنظار الأول أهل الفقه ينظرون عمر بن سعد مولاي توضأ وجلس وكبار وتشهد وقرأ الحامد وقرأ الإخلاص وقنوت وخلاص، يا مولانا صلى صلى عمر بن سعد صلى في كربلاء هذا صلى، ولكن عمر بن سعد على من خارج على إمام زمانه الصلاة لا تثبت عند أهل الأقلام، هذه صلاة باطلة، فمن خرج على إمام زمانه فهو كافر. انت اليوم اليوم لما يجيك واحد مجرم، ما يكون مجرم اليوم لو لا، كم مجرم ومجرم، يجيك مجرم يقتلك وهو يصلي وأنا بريء، هذا يدخلونه للجنة؟ إذن ماذا؟ إذن ليس كل من يقرأ القرآن فهو الله يقبله أو الله ينظر إليه، لا، وليس كل من يصلي هذه الصلاة وهذه العبادة وهذه الطاعة إن لم تكن مغموسة بمحمد وآل محمد لا تقبل. يا بجيب لنا فد حديث مقبول، حديث مولاي، حديث مقبول، شنو الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هكذا يقول: يا علي لو جاء الإنسان المرء في يوم القيامة بعبادة ما بين الصفا والمروة، يعني عنده عبادة ما بين الصفا والمروة، ولم تكن ولايتك بينها، فيقول الله لتلك العبادة كوني هباء منثورا. الهباء المنثور تعرفه شنو؟ شايف مرات اكو خيط شمس مولانا يدخل من الشباك يصير فد خيط، وشوف ذرات تصعد من عنده، ها هذا يقول مولانا هذا يسمونه هباء منثور، هذا يسمونه ماذا؟ ذرات يسمونه هباء منثورة. الله سبحانه وتعالى ينظر الى هذه العبادة، ان لم تكن فيها ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، النبي يقول يا علي يقول لها كوني هباء منثورا، لأن علي بن أبي طالب بالمناسبة، خلني أقول لك فت كلمة، يعني خلني أقول لك فت كلمة، ترى حتى احنا الشيعة اليوم ما عارفين علي بن أبي طالب على حقيقته، اليوم القيامة راح نشوف شخصية مولانا غير الشخصية اللي نعرفها بعد أكثر. ليش؟ عندك دليل يا مولاي؟ عندي دليل، أنا ما أتكلم وياك أنت بدون دليل. شنو دليلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه واضح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال له؟ قال يا علي لا يعرفك إلا الله، يعني أنا أعرفه مولانا بعد إذا بس الله والرسول يعرفه، هذا واحد. الرواية الثانية ماذا؟ يا علي لولا خوفي من بعض أمتي أن يفعلوا أو يقولون فيك قولا كما قالوا بعيسى المسيح لقلت فيك قولا لجعلت الناس يأخذون من تحت أقدامك التراب. شنو القول اللي تقوله؟ اللي يخاف، شوف النبي يخاف إذا يقول هذا القول تتحول العبادة إلى علي. شنو القول هذا؟ شنو خطورة هذا القول؟ تملاحظ ملاحظ قول النبي شنو مولانا؟ النبي ضم هذا القول يخاف، يقول خاف واحد يعبد علي بن أبي طالب من كثر ماذا؟ عقله ما يتحمل هذا الحديث هذا القول. شنو القول اللي يقوله في علي؟ ومن هنا نحن على يقين أننا لم نصل إلى علي، لم نتعرف إلا ما عرفنا الله به. اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. علي بن أبي طالب تريد عبادة عبادة، تريد إمامة إمامة، تريد أمير المؤمنين يقف يقول أيها الناس والذي نفس محمد بيده أنا الصراط المستقيم إلى الله. يا
يعني أنا الصراط أنا أوصلك للجنة، ماكو طريق ثاني، ماكو طريق ثاني مولانا، ما عندنا إلا أهل البيت، ما عندنا طريق ثاني. والله إحنا ما بالمناسبة إحنا لا من أقربائهم، مو يمكن السيد إذا سيد هو من عندهم، إحنا ناس عاميين يعني بيننا وبين أهل البيت إيش قد 1400 سنة، يعني ما عندنا حتى علاقة صداقة معهم، ولكن طاعتنا هي ماذا؟ أمر من الله. بالمناسبة يعني إحنا لما حبينا علي بن أبي طالب إحنا ما نعرفه، بيننا وبين علي بن أبي طالب إيش قد 1400 سنة، أجيال أجيال، ولكن أنا رجال الله ذبني في هذه الدنيا وقال لي هذه الدنيا بعد فترة من الزمن راح تطلع من عدها، مرة تطلع ناجي ومرة تطلع ماذا؟ منحرف. يا ربي شلون أنجه؟ قال اتبع لك واحد، اجيت أنا تفحص الكل فلم أجد هناك أفضل من علي بن أبي طالب. أنا اليوم والله على يقين كلنا لو لاقين واحد اليوم أفضل من علي من تبعه؟ أنا رجال ما لي شغل بواحد، أنا أردنجة مولانا، أنا أريد الأفضل والأعلم والأكثر تقوى والأكثر ماذا؟ رضاء عند الله. والله ما وجدت إلا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمار بن ياسر يجي إلى 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 رسول الله يقول له يا رسول الله لو دخل الناس كلهم في وادي وحلي وحده في وادي مع من أذهب؟ النبي واضح يقول له اذهب مع علي حتى لو ظل وحدك، اذهب مع علي فإن الحق معه. شلك شغل مولانا جمع مع الناس عيد هذا ما له شغل بيه، إذا تريد تنجى وين تروح؟ مع أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا النبي يقول ماذا؟ مثل أهل بيتي فيكم فيكم كسفينة نوح، اللي كان في أيام نوح اللي ما ركب في السفينة النجا، كنعان اللي صعد إلى أعلى جبل ما نجا، ما نجا إلا من كان وين؟ في السفينة. فأنا مولاي أرد أحجز مكان في السفينة، وخاصة إذا كان الطريق عن طريق الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين إن شاء الله عندنا عنوان ثاني غدا أنه كيف نتفاعل مع عاشورة، عنوان مولانا كيف نتفاعل مع عاشورة. يعني اليوم يجيك واحد يجيك مولاي دخل عاشوراء، عاشوراء مستمر اي وصفر، شلون اتفاعل مع عاشوراء؟ يعني لابد اكو طرق، مو شنو هاي الطرق اللي اسويها حتى انا اكون ماذا؟ مسجل عند اهل البيت هذا فلان بن فلان بن فلان متفاعل مع عاشوراء. شنو هي الطريقة؟ لابد اكو طرق، غدا ان شاء الله نذكرها. هناك عدة طرق، من خلال هذه الطرق ماذا؟ أنك تسمى ماذا؟ متفاعل مع عاشوراء. بنظر أهل البيت، بنظر رب العالمين، أنت تخرج من بيتك وترجع إلى بيتك قول الحمد لله أنا متفاعل مع عاشوراء. كيف أتفاعل مع عاشوراء؟ هناك طرق متعددة ذكروها العلماء من أهل البيت، يعني أهل البيت هم ماذا قالوا؟ يا بتر الطرق التفاعل 1 2 3 4. إن شاء الله كل ليلة نضع فد عنوان معين مولانا خاص بالحسين سلام الله عليه حتى يكون هناك فائدة. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الحسين ليس له مثيل. الله يرحم أحد علمائنا الفيض الكاشاني، هذا الرجل لطيف رحمة الله عليه، يقول أكو فد آية في القرآن الكريم، هاي الآية تقرأ مرتين يعني لها قراءتين مولانا، يقول القراءة المشهورة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هاي القراءة المعروفة، أنا اليوم أحب الأكلة الفلانية أصدق مثل هذه الأكلة، هاي الآية تتحدث هكذا. وبعد أنا أحب المال أنطم المال، أنا أحب مثلا ملبس معين أتصدق بمثل هذا الملبس. الله سبحانه وتعالى يقول إذا تريد أنت أن تكون ناجي أن تعمل هذا العمل، هذا واحد. يقول أكو قراءة ثانية لهذه الآية، يقول هذه الآية قراءتها الثانية ليس لها مصداق في الدنيا إلا الحسين، سبحان الله، ليس لها مصداق حتى علي بن أبي طالب مصداق، الحسين فقط مولاي مصداق.
وهي ماذا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. مو من ما تحبون، ما تحبون. يقول هاي اختصاصها مو بعد ملبس ولا مأكل ولا أموال، لا، اختصاصها أنفس. وهل يوجد هناك من أعطى أنفس كالحسين سلام الله عليه؟ علي بن أبي طالب أعطى نفسه، ولكن الحسين شنط مولانا، أعطى أصحاب 72 صحابي، ما رأيت أنصارا أو ما رأيت أصحابا كأصحابي، هذا واحد. وبعد وأعطى أهل بيته، انطأ بالفضل قمر بني هاشم، وأعطى شبيه رسول الله علي الأكبر، وأعطى وديعة الحسن، وأعطى رضيعا، وأعطى وأعطى، ثم ماذا؟ ثم أعطى نساء أطفال سبايا، ثم قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيوف. أكو واحد هكذا يفعل؟ وإلا أنت اليوم عندك رضيع صغير، مو ولا رضيع، إذا دخلت في قدمه شوكة تطفل، إذا اليوم إذا تألم تظل تبكي عليه. والله أنا اليوم من الأيام كانت عندي بنت، فكنت منزعج كذا، فضربتها مولاي على ظهره، والله عفويا يعني، كانت مسيئة شوي، ضربت أنا مو مولاي، مو يم الضربة، الله يشهد في كلامي، أقسم بالحسين يعني، أنا لما شفت حالتها مولاي شكلها لما تغير هكذا، الله يشهد أنا بقيت إلى صلاة الفجر أبكي، مو أبكي عليها مولانا، قمت أتخيل زينب شام ضربها بالصوت اللي صار بها. يعني زينب مولا، أنا ضربت بنتي بإيدي مولانا، أنا يعني بنتي، يعني أصلاً أنا مو عدوها، أنا أبوها، ضربتها تغير لون وجهها، قلت الله يعلم، أقسم بالحسين هكذا إجانا التصور. قلت زينب لما ضربها ذاك العدو بالصوت كيف كانت تعمل؟ سكينة اللي كان يكون عنها يقول عنها الحسين يا خيرة النسواني، لما جرها الشمر وضربها بالصوت شنو كانت تقول؟ أطفال الحسين لما كانوا يضربونهم أطفال مولاي صغار، ترى الحسين عنده أطفال سبايا عمرهم 6 سنوات، بالله عليك روح جرب اضرب طفل عمره 6 سنوات، شوف شلون قلبك ينكسر. زين إذا كان الصوت مولانا يمشي على ظهره، هذول الأطفال ما عندهم إلا كلمة أبا يا حسين يا نور عيني. وإلا زينب مولاي، زينب اللي كان عظمة أبي الفضل يقعد مولاي، وزينب تمشي يمسح بآثار أقدامها، قف واحد يشوف زينب، الله. وإلا زينب على الناقة يدخلوها إلى الكوفة، الناس الفاسق وغير الفاسق ينظر إلى وجه زينب، يقول زينب تغض وجهها بإيديها هكذا، يقول حتى وضعوهم في مكان يربط فيه الخيل. زينب بنت علي بن أبي طالب في مكان يربط فيه الخيل، وياها نساء من القبائل، يقول القبائل اجت امتنعت، والله يا عمر بن سعد يا عبيد الله بناتنا ما تدخل على مجالس الرجال. يقول زينب تباوع وتسمع الكلام دموعها على خديها، يقول كل عشيرة اجت تطالب بابنتها، فلانة يأخذون فلانة يركبوها عليه من على المحمل يأخذوها. زينب مولانا ظلت باوع يمين شمال كأنما تدور وين الحسين، وين أبو فاضل، أبو فاضل خويا، تعال شوف الذول العشائر كل واحد أخذ بنته. يقول أكو طفلة للحسين جاءت وقفت عند زينب، قالت عم زينب عم زينب أين عمي العباس؟ الله. قالت لها بنية لماذا تسألين عن عمك العباس؟ اتقلها عم زينب حتى ينادي بأسمائنا، يوقف هنا وينادي وين زينب الهاشمية، وين الرباب، وين سكينة. يقول زينب سمعت كلام الطفلة، يقول انفجرت بالبكاء، راس ابو فاضل قدامها، يقول ذهبت احتضنته،
تقل خويا كلمة لها وليان جوه خويا ابو فاضل كلمة لها وليان جوه وصاحوا بسمها وطلعوها وبعد والله طلعوها والله ومن يد العادي خلصوها يا وزينب الادعايا يا تعذروها. انا شوف الدموع والله اريد اقول لك بعد قول واحد يقول زينب ادخلوها على من على مجلس عبيد الله بن زياد يقول صارت مشادة كلامية بين عبيد الله بن زياد وبين زينب شايف المرأة مولانا صور لك الموقف شايف المرأة اللي ماكو واحد وياها شو تسوي يقول تخاف يقول زينب لما أراد هذا اللعين ضرب زينب يقول زينب وضعت يديها على وجهها الله ونادت أخي حسين أخي عباس يقول أكو طفل لعبيد الله طفل واقف قال لأبا لا تضرب هذه المرأة بالله عليك قال لماذا بني قال أبا رأيت هذا الرأس كان مفتوح العينين ينظر إلى هذه المرأة ولما هممت بضربها ونادت وحسينا أغمض عيناه وتوجه نحو الجدار يقول زينب سمعت الله سمعت زينب يقول هجمت على الرأس أخذت الرأس ضمت إلى صدرها خويا هلا برأسك يا العميد يا هلال عزنب ليلة العين خويا والله هلا براسك يا العميد يا هلال عزنب ليلة العيد خويا والله ليش قطعت بينه يا صنديد يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموج جاوي اذكر لك بعد موقف واحد موقف الله يساعد قلب زينب من دون أبي الفضل العباس اي والله يقول زينب انكسرت من دون أبو فاضل حتى أنهم سألوها قالوا لها زينب الخوف كان يدخل بقلبك تقول لا والله من كان أخوي أبو فاضل وياي أنا ما كنت أخاف كان يجلس عند باب المخيم مجرد أرفع صوتي يجي العباس حافي القدمين مكشوف الرأس سبحان الله يقول لما ادخلوها الى الشام كلمة الدعاء اقول لك بها شايف هند لما اجت الى زينب يقولوا زينب جالسة على التراب وهاي هند خادمتها قاعدة على الكرسي يقول زينب تأثرت اتذكرت مقامها يقول لطمت على وجهها نادت وعباسا يقول بعد أن عرفت هند بعد أن عرفت قضية هاي زينب وهاي أخت العباس هاي مولاة زينب يقول هاي هند سأل السؤال قالت لها مولاة عذرا أنا عندي سؤال قالت تفضلي يا هند قالت لها مولاتي شنو اللي وصلك لهنا أنا أدري أنه أنت وياش بطل اسمه عباس أنت شنو اللي وصلك لهنا يقول زينب لطمت على وجهها تقلها والله يا هند خان الدهر بينا والله يا هند خان الدهر بينا ولينا الجدل وعلى الزبير يا ولينا الجدل واحنا يا انسبينا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من أراد استجابة الدعاء فليبدأ يا زهراء يا زهراء
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم نقسم عليك بقدرتك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبأشرف الخلق إليك محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم شافي مرضانا يا الله، اللهم ولا سيما من جلس في مجلسنا هذا، اللهم اشفي مرضاهم واقضي حوائجهم وارحمهم، ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنا بولاية علي أمير المؤمنين. اللهم سجلنا مع الحسين من الباكين والمتباكين والجالسين في مجلسه يا أرحم الراحمين. إلهي مؤسس هذا المأتم الشريف ارحم أمواتهم، اللهم وادخلهم فسيح جناتك، اللهم واشفي مرضاهم واقضي حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.